بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فإذا مروا بهم يتغامزون. فإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فإذا رأوا قالوا إن هؤلاء عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.